مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. كل سنة وانتم طيبين ودايما بالصحة والعافية يا رب، متهنيين. فاتنا العيد عد علينا لكن أكلاته مستمرة معانا. كنا أسبوع فات خدنا أجازة لكن النهاردة هنعوضكم كل حاجة، هنعمل برنامج جديد جميل. أكلات العيد كلها هنعيدها بتكرار وبتركات حلوة جدا في أكلة بسيطة مصرية. النهاردة هنعمل كباب الحلة، شوربة كباب الحلة بطريقة جميلة جدا هتعجبكم 100%، ونعمل الفتة المصرية بالخل والثوم، وهنعمل مع حضراتكم التورتة الشوكولاتة والكريمة. تعالوا نشوف الأول، نبدأ نقول بسم الله على بركة الله. معانا كيلو من اللحمة، كيلو حطيت نص كيلو منه ضفناه عملناه بشوربة، والنص التاني هنعمله شوربة الكباب الحلة بطريقة كويسة. أول حاجة معانا معلقتين زيت ومعلقتين سمن، وبسم الله على بركة الله ننزل باللحمة تعمل التركة الحلوة الجميلة. شوية من المستكة، بعد كده ننزل بالبصل بعد ما تاخد معايا اللون على طول. أكلاتنا ما بتنتهيش في الأعياد وفي الأفراح وفي الحفلات، كلها معاكم إن شاء الله في الصحة والجمال بطريقة جميلة جدا ومبسطة وسهلة. كيلو من اللحمة هنشكله على طريقتين، الطريقة الأولى هنحمره ونطلعه مع الفتة المصرية بالتركة الجميلة، والطريقة التانية هنطلع شوربة كباب حلة. عملنا كباب الحلة قبل كده بس من غير الشوربة بيبقى طعمه جميل جدا، يبقى حاجة حلوة بالشوربة بتاعته. معانا ثلاث بصلات هنقطعهم أي تقطيع، بسم الله. اللحمة بتاعتي بعد ما عملت لها صدمة مع معلقتين الزيت ومعلقتين السمن، ننزل بالبصل نعمل احلى سفره. ننزل على طول بالبصل بتاعنا اهو بعد اللحمه ما اتشوحت بالمستكه، وهنحط عليها الحبهان ورق اللوري جوز الطيب الكباب الصيني كله مطحون مع بعضه، وما نحرمهاش من الفلفل، بسم الله. فلفل اخضر حار او بارد على حسب الرغبه، واحد عدد من الجزرة، جزر وفلفل والتوابل الجميلة. نعمل أحلى شوية شوربة معها اللحمة بتركة جميلة جدا وصحية جدا 100%. مكعبات مرق الدجاج على حسب الرغبة، مكعبين، وننزل بيها على الجمال والدلع في الصحة والجمال، ونقلب بالروائح الجميلة معاها الفلفل الاسمر والحبهان ورق اللوري جوز الطيب، الحاجات الحصى بتاعتنا اللي بنطحنها فوريه. تبلناها تتبيله بعد ما نزلنا البصل والجزر والفلفل، وادينا تركه حلوه في الزيت والسمن. بعد كده بميه سخنه او بالشوربه بتاعتي اللي انا عاملها مع اللحمه، اللي عاملها مع اللحمه شوربه جميله بنفس التركه، عملتها بنفس الطريقه. اللحمه اول حاجه نزلت بالصدمه بتاعتها، بعد كده نزلت بالبصله وحبيت والفلفل الاسمر حصى، ونزلنا بالورق اللوري والمستكه. النهارده بتكون بتعمل تركه معانا حلوه جدا، ننزل عليها بالشوربه، شوربه بيضاء زي ما احنا شايفين، حاجه دسمه، ورق اللوري وجوز الطيب والحبهان والفلفل الاسمر، وفيها جزرايه وبصله، واحد عدد من الفلفل، واسيبها تستوي براحتها تاخد الغلوه شوربه كامله، عشان نربطها بمعلقتين من الدقيق وتطلع معانا بالتوابل الجميله مع الفته الحلوه، حاجه تهضم 100% ويكون صحيه بتركه جميله مصريه في اكله بسيطه مصريه. نزود، بسم الله. نزلنا بالبصل، نزلنا بالفلفل، نزلنا بفصين من الثوم، نزلنا بالجزر، نزلنا بالتوابل الجميله بتاعتنا. بعد كده نديها تقليبه ونسيبها تستوي لحمه صغيره. كل سنه وانتم طيبين الناس اللي عندها اللحمه، بكيلو من اللحمه نشكل تشكيل ممتاز وجميل، ونسيبها حوالي نص ساعه على حسب ما تستوي معانا اللحمه. ونبدا نخش على التركه الثانيه، وهو نحمر الفته المصريه.
فتة المصرية عملناها بتركات كتير بتتعمل، فتة موزة، فتة عكاوي، فتة الفراخ، فتة الطيور، فتات كتير بس ليها تركات وطعم خطير لما تتعمل باحترافيه 100%. اول حاجه نبدا نقول بسم الله على بركه الله، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمن، واخد حوالي 3 فصوص من الثوم، وانزل بشويه من التوابل، الحصى، الكزبره والفلفل الاسمر، بسم الله، معاهم حبهان، كاننا بنعمل ملوخيه بالظبط بس بتركه حلوه جدا تعمل روايح الفته. في المحلات الاكل بتبقى تركه او الريحه بتاعتها ريحه بتفتح النفس من على بعد. بعد كده ندي شويه من الخل يا عم عزب، ندي شويه من الخل بسيطه، العيش بتاعنا يا اما نحمصه في الفرن او نحمصه على في الزيت بعد ما نقطعه مكعبات صغيره خالص الفته، نفس التركه او نفس الطريقه. بعد كده بسم الله ننزل قبل ما الريحه بتاعتنا تلم علينا الجيران، ننزل بالخبز بتاعنا المحمص في الفرن، يتحمص في الفرن، او يتحمص في الزيت، مفيش اي مشاكل بتركاتكم والحاجات الجميله. ونقلب وهو على نار عاليه على طول شغال، نديله بقى شويه الصلصه الجميله اللي احنا عملناها بالثوم والخل، نفس التكرار، معلقتين من الزيت، معلقتين من السمن، ونزلنا بحوالي 5 فصوص من الثوم. بعد كده ادينا لها معلقتين من الخل، للصلصه بتاعتنا الجميله، ونزلنا بالطماطم بعد ما ضربناها في الخلاط على حسب الكميه اللي انتوا تعملوها او تحددوها. حاجات جميله بتركات حلوه جميله تطلع معانا طعم جميل جدا في اكله بسيطه مصريه. الكبشه فين؟ وادي الصلصه بتاعتنا الجميله اهي، نديله بقى عشان ما نحرموش، نديله شويه من الصلصه اللي معموله بالخل والثوم على الخبز بتاعنا الجميل، والكباب الحل على النار شغال معانا، نقلب على نار عاليه برضو مستمر معانا بسم الله، وشويه من التوابل الناعمه الجميلة. 7 توابل مشكلين معايا في كل حاجة، 7 توابل، حاجة خفيفة خالص من الملح، متبل كل حاجة، ونقلب العيش بتاعنا بعد ما حمصناه، ونزلنا معلقتين زيت، معلقتين سمن، بعد كده نزلنا فصين من الثوم، بعد كده نزلنا بالتوابل، الكزبرة والفلفل الأسمر بيكون مطحونين حصى شوية، بعد كده بننزل بشويه من الخل عشان فته بالخل والثوم تطلع مع احلى موزه، او تطلع مع اللحمه بتاعتنا ايا كان، موزه او ريش او اي حاجه تحبوها تسلقوها مفيش اي مشاكل. بعد كده الصلصه عملناها واللحمه بتاعتنا سلقناها، هنبدا نحمرها ونطلع بالرز الابيض مع الصلصه الجميله. عملنا الكباب الحله زي ما احنا شايفين اهو، لسه بيغلي وبيقلب زي ما هو بالبصل والفلفل والجزر والحاجات الجميله، والخبز بتاعنا والروائح الحلوه تستوي سوا كامل. بعد كده هنشوفه قدام حضراتكم والمقادير قدام حضراتكم على طول على الشاشه، مع شويه سلطه الجزر مع الفلفل مع الطماطم مع كل حاجه كله مع بعضه. نقلب الخبز بتاعنا بسم الله، نديله كمان شويه من الشوربه بسيطه معاه، بعد ما ادينا له شويه من الصلصه مع التوابل الجميله، الشوربه بتاعتي متبله، قلب بنفس التركه وبنفس الطريقه حوالي دقيقه او دقيقتين بالظبط عشان يطلع معانا ايه العيش بتاعنا محمص 100% والخبز بتاعنا محمص تمام بتركه جميله زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو، دقيقتين اتنين بالظبط بعد ما تبلناه. وادي الصلصة نشيلها على جنب دلوقتي عشان ننزل باللحمة نحمرها، والرز عملناه الرز الأبيض بعد ما نقعناه حوالي 5 دقايق بالظبط، نقعنا الرز بتاعنا 5 دقايق، رز مصري نقعناه 5 دقايق وغسلناه غسلة نظيفة وصفناه كويس، بعد كده معلقتين زيت ومعلقتين سمن وحوالي 3 فصوص من الحبهان ورق اللوري، ونزلنا بيه قلبناه
بعد ما الرز بتاعنا سخن جامد نزلنا بالشوربه السخنه بتاعت اللحمه الجميله، ننزل بمعلقتين سمن تاني عشان نحمر اللحمه وتطلع معانا بالتركه الجميله مع الشوربه الحلوه الممتازه بتركتها الجميله المصريه مشهوره جدا في مصر كتير. بسم الله، وادي اللحمه بتاعتي مقطعها اي تقطيع تحبوه، هننزل بيها على الزيت والسمن بتاعنا، سمن يكون بلدي اي سمن برضو تحبوه، ما تجبروش نفسكم، بكيلو من اللحمه هنشكل تشكيل جميل ممتاز. عملتوا الفته قبلينا لكن احنا فتتنا او الفته بتاعتنا في الصحه والجمال بتركه تانية او حاجه متغيره، يا رب تعجبكم ان شاء الله باذن الله اما تجربوها هتبقى حلوه معاكم 100%. هنقلب بعد ما خلصنا الكباب الحله وخلصنا حمرنا العيش بتاعنا بالتركه الجميله وعملنا الصلصه زي ما قلت لحضراتكم، معلقه من الزيت معلقه من السمن، بعد كده نزلنا خمس صوصات من الثوم ناعمين جامد ونزلنا معاها بالكزبره والفلفل الاسمر، بعد كده نزلنا بمعلقتين او معلقه من الخل. الاكل ما يكونش مزز قوي بس يكون ليه تركه او طعم فيها روح ممتازه. بعد كده بعد ما نزلنا بالبصل بالثوم والخل والتوابل نزلنا عليها بعصير الطماطم وسيبناها تتسبك براحتها خالص لحد ما اتصفت ميتها، زودناها شويه من الشوربه وبعد كده حمرنا العيش وبعد كده عملنا الكباب الحله. هنطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف هنعمل ايه. ورجعنا مع حضراتكم تاني. قبل الفاصل عملنا مع حضراتكم شوربة الكباب الحلة، عملناها بتركة جميلة وممتازة، نزلنا معلقتين زيت معلقتين من السمن، بعد كده نزلنا نخليناهم الزيت والسمن يسخنوا جامد، بعد كده نزلنا بشوية من المستكة ونزلنا باللحمة على طول، عملناها تشيك عملنا لها صدمة حلوة جميلة وقلبناها ونزلنا عليها بالبصل والفلفل والفصين من الثوم والجزر، تشكيلات جميلة مع شوربة حلوة جدا هتطلع هنربطها مع حضراتكم. بعد كده عملنا العيش بعد ما حمرناه او حمصناه في الزيت او حمصتوه او في الفرن مفيش اي مشاكل، نزلنا بيها بتركة جميلة او بريحة حلوة، معلقتين من الزيت معلقتين من السمن، بعد كده نزلنا بفصين من الثوم ونزلنا بالفلفل الاسمر والكزبرة وشوية من الخل معلقة او معلقتين من الخل، ونزلنا بالخبز بتاعنا الجميل تبلناه وقلبنا على طول باستمرار. بعد كده في معلقه زيت ومعلقه سمن هنحمر اللحمه بتاعتنا مع بصلايه واحد عدد من الطماطم مثلا، حبيتين من الطماطم يعملوا تريك عشان ما تنشفش معايا اللحمه وتطلع بتركه حلوه جميله زي ما احنا شايفين اهو، وشويه توابل جمال. اي حاجه بنعملها لازم نعملها قدام حضراتكم عشان لازم بمصداقيه كامله في اكله بسيطه مصريه في الصحه والجمال. كل حاجه قدامكم، كل سنه وانتم طيبين. ونخش على الحلو بتاعنا بعد ما سوينا الكباب الحله والحادق وعملنا الرز المصري، عملناه بتركه حلوه وبطريقه ممتازه، نزلنا معلقتين زيت ومعلقتين سمن بعد ما نقعنا الرز بتاعنا خمس دقائق، بعد كده نزلنا شوحنا الرز لحد ما سخن مننا، لازم يسخن الرز كويس، وفي الشوربه السخنه نزلنا عليها غطينا الرز حوالي سنتي بالظبط، بعد كده سيبناه على نار عاليه خمس دقائق وطلع معانا الرز بتاعنا مفلفل يطلع معاكم قدام حضراتكم زي ما انتوا هتشوفوه ان شاء الله. بعد كده نخش على الحلو، هنعمل مع حضراتكم تورتايه بالنص شوكولاته ونص كريمه، نص شوكولاته ونص كريمه، الاسبونش عملناه قبل كده لكن ان شاء الله مستمرين في الاسبونشات. هننزل قدام حضراتكم الوقت مقادير الاسبونش، عباره عن خمس بيضات، كوبايه ونص من السكر، في المقادير مش مكتوبه السكر معلش احنا اسفين طبعا، كوبايه ونص من السكر لازم، وحوالي خمس بيضات، نص كوبايه من الماء المتلج، كل واحد ليه تكنيك او طريقه في الاسبونش بتاعه عشان يطلع معايا حاجه زي ما احنا حضراتكم شايفين اهو بالخمس بيضات، لو عايزه الحجم يكون اكبر زودي مفيش اي مشاكل. بعد كده هنبدا ننزل نقطع التورتيه بتاعتنا او الاسبونش بتاعنا عشان نحشيه قدام حضراتكم، هنعمله بكريمه الزبده، وكريمه الزبده عباره عن نص كيلو من السمن، نص كيلو من الزبده، وربع كيلو من السكر البودره، نص كيلو من السمن وربع كيلو من السكر البودره، والبوله يا فوزي. بعد كده
انزل هات المضرب. هننزل بالزبده بعد ما عملنا الاسبونش بتاعنا الخمس بيضات وكوبايه ونص من السكر ونص كوبايه من الميه المتلجه وحوالي معلقه من المحسن. نزلنا ضربنا البيض، لو حضرتك ما عندكيش المضرب ننزل بالبيض والسكر وحوالي والمعلقه المحسن ونضرب فيها دقيقتين لحد ما يتحول لون كريمي او اللون الابيض. بعد كده بننزل بحوالي كوبايتين من الدقيق مع معلقه من النشا وكيس من البيكنج باودر منخولين مرتين. خش يا فوزي. منخولين مرتين. ننزل يا عم عزب. منخولين مرتين ونقلبها تقليبه بالراحه وننزل بيها على درجه حراره 180 او في نص الفرن لمده نص ساعه تطلع معاكم الاسبونش الجميل. دلوقتي احنا هنعمل كريمه السكر او كريمه الزبده، معلش، بحوالي ربع كيلو من السكر ونص كيلو من الزبده، الحاجه اللي بتطعم تطعيم كامل بتطعم تطعيم كامل للكيك وبيبقى اسعارها غاليه جدا جدا. هنشكلها قدام حضراتكم نص فاكهه ونص شوكولاته مع صوص الشوكولاته، كل حاجه جايبينها مع حضراتكم عشان عايزين نستفاد بالحلقه كامله. نضربها حوالي دقيقتين او ثلاثه لحد ما تتحول للون الكريمي، تاخد اللون الكريمي معايا واحده واحده مع حضراتكم اهو. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجات بسيطه وسهله وبطرق مبسطه جدا، الحاجات اللي هي بيكون غاليه جدا في المحلات بنحاول بقدر الامكان نجيبها لكم في الصحه والجمال بطريقه بسيطه وسهله وبتكاليف بسيطه. مش عايزين كسل، عايزين كل حاجه تتعمل في البيت صح. طبعا المحلات لا يعلى عليها طبعا عشان ما نقعدش نقول على المحلات، لكن كل يشتري برضه من المحلات ويعمل في البيوت مفيش اي مشاكل. زي ما احنا شايفين اهو هتاخد اللون الكريمي وعملنا الكريم شانتيه، نجلس ونطعم تورتايتنا الجميله. نضرب حوالي 3 دقايق لحد ما يتحول اللون الكريمي معايا، الفانيليا مع الزبده مع السكر، قلب كله مع بعضه نطلع احلى طعم واحلى تركه بطريقه سهله وبسيطه. لا والله ليه كده بس؟ افتح طب تليفونات. لا عينك، لا الف سلامه على عينك، افتح تليفونات. 21 دقيقة. الله ينور يا عم عزب، شكرا للمخرج الجميل الأستاذ وليد عمارة، وشكرا لعم جمال كل سنة هم طيبين على شاشة الصحة والجمال. ست الكل يا مرحب بيك يا ست الكل، السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم يا ست الكل، معاكي معاكي. يا مرحب بيكي. كل سنة وأنت طيبة يا أمي يا غالية. وعليك يا ست الكل، افتح المايك، المايك مش شغال. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. وانت بكمان جميله والله. والله ياما انت بتشهد، بيقول لك مين يشهد العروسه ياما، لازم تقولي حاجتك الجميله. حاجتك جميله يا انت حبيب. اجمل واحسن، ربنا يديك الصحه ويطولنا في عمرك يا رب وربنا يبارك فيك. كل سنه وانت طيب. هم طيبين. وانت بكمال الصحه والسعاده يا رب دايما. كلها طيبه. تسلم تسلم. القعده يا فوزي القعده. واللي في قولي يا حاجه، قولي اللي نفسك فيه كله. تسلم. جميله والله. انت اجمل، انت اجمل، ربنا يحفظك ويزيدك يا رب. تسلم 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 يا ست الكل. ربنا يعود عليكم بخير. تسلم يا ست الكل وربنا يزيدك ويبارك فيك يا رب. تسلم تسلم تسلم. كل سنه وانت طيبه. ربنا يبارك فيك. شكرا يا ست الكل لاتصالك وشكرا ليك وكل سنه وانت طيبه. هنجيب القعده بتاعتنا بتتباع عند خامات الحلواني، هنبدا ننزل بحته من الكريمه بسيطه زي ما احنا شايفين اهو، عادي عادي اهو، بتركه بسيطه وسهله. عملنا كريمه الزبده من الزبده العاديه والسكر البودره والفانيليا وضربناها حوالي 3 دقائق وعملنا الكريم الشانتيه. كل كوبايه كريمه بتاخد حوالي كوبايه من الحليب ونص كوبايه من التلج المبشور، ده لازم يكون تلج مبشور عشان تنجح معايا الكريمه وتطلع بنفس القوام الجميل زي ما احنا شايفين اهو. لازم يكون التلج ويكون قوام الكريمه ذات نفسه، لو حضرتك جربتيها في اي مكان وما طلعتش معاكي كويسه. خش يا فوزي. عبد الرحمن سلام عليكم. وما طلعتش كويسه لازم تغيروا الكريمه لحد ما تطلع معاك. الو سلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ والله الحمد لله، ادينا على تورتايه عبد الرحمن. انت عامل ايه؟ كل اخبارك؟ كل سنه سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، اخبارك؟ عندك اي سؤال بالسكينه او بترنش الله ينور عليك باكلاتك الجميله. انت عسل يا حبيبي، تسلم يا غالي، تسلم تسلم. كل سنه وانت طيب. تعالى قلب اللحمه والحاجات دي وقلب العيش. هنشيل الوش الاولاني اللي هو القعر من تحت اهو. وانت طيب. الاسبونج. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك يا حبيبي. اقول لي مين اسمه. هنشيل الوش الاولاني، وش حوالي ثلاث طبقات هنعمل التورته بتاعتنا او الكيكه بتاعتنا بعد ما تطلع. شكرا لاتصالك يا حبيبي، شكرا. بعد ما تطلع التورته بتاعتنا هنعملها ثلاث رقات بالراحه خالص، بتركه بسيطه وسهله، واحده واحده مع حضراتكم اهو. نجيبها كده، نجيبها كده عشان الكاميرا تبان قدام حضراتكم اهو. واحده واحده ماشيه سنه سنه مع حضراتكم، نقطعها بالراحه بعد ما الكيكه بتاعتنا بردت خالص، ولو قعدت او لو باتت في الثلاجه بيكون افضل. اسمه الاسبونش الجميل، فتحات وحاجه جميله من خمس بيضات زي ما احنا شايفين. بسم الله. بعد كده بجيب الوش الاولاني، وش الكيكه الاولاني خالص. لو عايز اشيل الوش مفيش اي مشاكل، مش عايزه تشيليه برضو مفيش اي مشاكل. بنقلبه عكس الناحيه الثانيه مع القعده بتاعتنا الجميله. قلب يا فوزي، قلب يا فوزي. الله ينور يا شيف، تسلم. عبد الرازق، مرحبا يا عبد الرازق. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ حضرتك الشيف. مرحب مرحب يا عم عبد الرازق، كل سنه وانت طيب. عود علينا وعليك الايام بخير، انت وفريق الاعداد وفوز منورين الشاشه، الله اكبر عليك. تسلم لي يا غالي، ربنا يحفظك، ربنا يزيدك. تسلم يا عم عبد الرازق، تسلم لي. اخبارك؟ عندك اي اسوان؟ اسوان كلها بتحيي حضرتك. ربنا يحفظك. بسم الله ما شاء الله عليك. تسلم لي يا عمي، تسلم لي، وربنا يحفظ اهل اسوان كلهم، احسن رجاله واحسن ناس والله. احسن رجاله واحسن ناس. ربنا يحفظك. لو سمحت أؤمر. نطلب من حضرتك لو سمحت يعني تشرح لنا طريقة اللحمة الضاني بعد ما بتتعمل، لو سمحت برضو الثوم والخل مش عامل يعني مش مقسم، مش مودي الريحة كويس، لو سمحت ممكن تشرح لنا الموضوع ده. عينينا يا باشا، تحت أمرك يا عم أبراز، أنت اللي أنت عايزه تحت أمرك، على عينينا. اللحمة الضاني على عينينا. ربنا يحفظك يا باشا، ويحفظك لأهلك. ربنا يخليك. ويسمعنا عندك سمع خير إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا فندم. بعد كده بنجيب حوالي معلقتين من العسل او شويه عسل صغيرين، بنخففهم بالميه، عسل بسبوسه، اي عسل او اي شربات مفيش اي مشاكل. بعد كده البخاخه كانت شغاله صح؟ بعد كده نبدا بالبخاخه او بايدينا مش او بالمعلقه في نفس التركه اهو. حطيناها على القعده بتاعتها، بتتباع عند خامات الحلواني مفيش اي مشاكل او عند الاطباق الفوم. بعد كده بناخد كريمه الزبده نحشي بيها واحده واحده مع حضراتكم، وننزل نجلسها، اسمها تجليس كامل في الاول بالراحه، بعملها مع حضراتكم. بعد كده هنديها، لو حضرتك عايزه تخليها من طبقه الكريمه بس الزيت، كريمه الزبده مفيش اي مشاكل، لكن انا بطعمها بالكريم الشانتيه الثاني عشان تكون خفيفه، ما تكونش تقيله قوي دسمه قوي. وننزل بيها اي حشوات تحبوها، تنزلوا بمكسرات، تنزلوا بالكمبوتل. استاذه اسراء السلام عليكم. بالكمبوت او اي حاجه يا استاذه اسراء. مرحبا يا استاذه اسراء، هتجي للشاشه والله. الكراميل الكراميل، الله يخليك يا استاذه اسراء. تسلم ايديك على الاكلات الجميله. تسلم يا غالي. بمربى الكراميل او بالمربى او بالكراميل يا اسراء نحشي التورته بتاعتنا. ايه، شكرا لاتصالك يا اسراء. عندك اي سؤال؟ لا شكرا. شكرا ليك يا باشا. ننزل بيها واحده واحده مع حضراتكم بالتركه المظبوطه، الخمس بيضات مع كوبايه ونص من السكر مع معلقه من المحسن الجل للكيكه. كيكه الاسبونش ما بتاخدش ولا زيت ولا سمن خالص. بعد كده بننزل في الخلاط نضربها حوالي 3 دقايق، ننزل بيها. بعد كده بننزل بمعلقتين من كوبايتين من الدقيق على معلقه من النشا، ونزلنا بيها وندخلناها في الفرن مع كيس من البيكنج باودر حوالي نص ساعه في نص الفرن. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه، وادي كريمه الزبده بنطعمها تطعيم كامل عشان تطلع معانا بالطعم الجميل اللي بيتباع غالي جدا في المحلات، وحاجات يكون طعمها جميل جدا وصحي جدا. ام صلاح، السلام عليكم يا ام صلاح، مرحب بيكي ومرحب باهل كفر الشيخ. ازيك يا ام صلاح؟ طيب يا شيخ. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، مرحب بيكي. الله اكبر الله اكبر والله الحمد. الله اكبر عليك يا ام صلاح، تسلم. والحمد لله كثيرا ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله وتعالى بكرة واصيلا.
اللهم يا من تحول بين المرء وقلبه، حول بيننا وبين اي مكروه وسوء. اللهم امين، اللهم امين. يضر المسلمين جميعا بفضل الله، بفضل الله امين. ربنا يستجاب منك يا ام صلاح، وشكرا لدعواتك الجميله. صديقه البرنامج احسن حاجه، احسن كلام تقوليه. ربنا يحفظك وتقبل منك، وربنا يزيح الغمه من على الامه عشان نرجع لكل حاجتنا الجميله. امسك يا فوزي، حطيت البيت. شكرا لاتصالك يا ام صلاح، شكرا ليك يا فندم. بعد ما حطينا الحشوات، اي حشوات، حطينا كريمه الزبده، حطينا كريم الشانتيه، اي حشوات تحبوها، اي فواكه تعملوها، مفيش اي مشاكل. بعد كده بعد ما عملناها الثلاث طبقات، حشينا الثلاث طبقات الجمال بطريقه سهله ومبسطه، مش محتاجه تعب ولا محتاجه اي مشقه في اي حاجه، تكاليف بسيطه بتعملها معانا بكل امكانياتها. حاج رجب سلام عليكم، صديق البرنامج من لوكسر، يا مرحب بيكم اهل لوكسر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحب بيكم، مرحب باهل لوكسر كلهم. انا بحييك وبحيي فريق الاعداد المحترم. وانا بحييك معك. وانا بحييك والله، كل سنه وانت طيب. فريق اعداد محترم جدا جدا. انت احسن يا باشا والله، انت احسن يا باشا. معاك مشاهدين محترمين جدا، معاك ربنا يحفظك. او جمال، ربنا يحفظك. قناه رقم واحد في مصر عندنا بصراحه. تسلم يا باشا، بظهر الاسبتول او بظهر السكينه يا عم رجب. تسلم، عندك اي سؤال يا عم رجب؟ انا اهم حاجه بقول لك تسلم يدك، والمطبخ بتاعك غير مكلف. انت عسل والله، ربنا يحفظك ويزيدك. مطبخك حلو بصراحه، غير مكلف. تسلم يا غالي، ربنا يحفظك ويزيدك ويبارك لك في اهلك. صحه والعافيه يا رب. تسلم يا غالي، شكرا ليك وشكرا لكل اهلك يا رب، ربنا يحفظهم لك يا رب. بعد كده بنجيب كريبه الزبده يا عم رجب اهو، ونبدا نحشر. شكرا لاتصالك يا فندم. من الجوانب او من الحروف على الاسطمبه الاولانيه، القاعده بتاعتنا على ظهر السكينه او على الاسبتول او اي حاجه. الاسبتول او السكينه المشرشره اسمها الترانش، بتتباع بثمن رخيص جدا وبسيط ما شاء الله. لما بنيجي نكلف العرايس بنكلف تكاليف عالي جدا، لكن في حاجات في المطبخ اساسيه ما بتجيبوهاش، فدي الاساسي. احنا بننادي من الصحه والجمال، خفوا على الحاجات اللي بتجيبوها وهاتوا الحاجات الاساسيه اللي تشتغل مع العرايس ومع الحاجات الاساسيه اللي تشتغل في كل الشقق، زي ما احنا شايفين الاسبتول. انجي سلام عليكم يا استاذه انجي. ازيك يا سيف، عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام، الله يحفظك يا باشا. كل سنه وانت حضرتك طيب. وانت بكمال الصحه يا استاذه انجي، كل سنه وانت طيب ودايما بالصحه والعافيه. بس يا حبيبي، بس يا بابا. ايدك يا شيخ. تسلم يا غالي، بس يا حبيبي، سكت. طب الجم، تسلم يا حبيبي، الله يحفظك، كل سنه وانت طيب يا غالي. الو سيبيس. الو، انا سيبيك. كنت عايز اسلم على حضرتك يا شيخ واقول لك كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، تسلمي لي ربنا يحفظك. تسلمي، تسلمي. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب. شكرا لاتصالك يا فندم، وشكرا، ربنا يبارك لك في البيبي اللي عمال يوقف ده. بعد كده ننزل بالكريمه، نبدا نحشي زي ما احنا شايفين اهو بظهر الاسبتول، ونبدا نمشي واحده واحده عليها، واحده واحده مع كريمه الزبده، نغطي كله وننزل من فوق بشويه كريمه بسيطه. بنمشي مع حضراتكم واحدة واحدة عشان تعليم بسيط وسهل. بعد ما جلسناها أو ظبطناها سويناها من الجنوب، بعد كده من فوق نبدأ نساوي. عدى كام وقت؟ ياسين سلام عليكم. ياسين. عليكم السلام. ازيك يا أستاذة، مرحب بيكي، أمورينا؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت بكمال الصحة، تسلمي. زي ما احنا شايفين يا عم عزب، أحلى مصور معانا في الصحة والجمال، عم عزب بيلف عشان يجيب التورتاية الجميلة مع عم وليد أهو. ممكن نعرف كل سنه وانت طيب يا باشا، امورينا. ممكن نعرف مقادير الكفته؟ عينينا، حاضر. كفته الفراخ ولا كفته الحاتي ولا اي كفته؟ عايزه كفته الفراخ الشاوي؟ الفراخ الشاوي، حاضر. عينينا كفته الفراخ، اقول لك على الطريقه بتاعتها. ونساوي يا عم عزب اهو. شكرا لاتصالك يا فندم. شكرا يا باشا، شكرا يا حبيبي، شكرا على اتصالك. ننزل بيها ونجيب الترانش بتاعنا، وبالراحه واحده واحده مع حضراتكم، ونلف في ايدينا وننزل واحده واحده. وادي كريمه الزبده قدام حضراتكم اهو على الشاشه، طعمناها بالتورتيه الجميله، اي حاجه فيها بنزود كريمه ونمشي براحتنا واحده واحده. ما شاء الله البوتاجاز النهارده شغال زي الفل. الله حصل له، عادي عادي اهو، زي ما احنا شايفين اهو. نبدا ننزل بيها، وصوص الشوكولاته مجهزينه، عباره عن 50 جرام من حوالي 100 جرام من الشوكولاته، متضاف عليها معلقه من الزبده، معلقه من السكر، ربع كوبايه من الحليب. وننزل على نار هاديه خالص، ننزل مشطناها وجملناها. بعد كده بظهر الترانش بتاعنا، ونبدا ندرج. لو مش هنحط لها اي مكسرات،
عشان نديها الشكل والفورمه بتاعتها الجميله. هلا يا فوزي، فوزي انت ليك اسلام النهارده يا حبيبي. هلا يا باشا انت عيطت ولا ايه؟ هلا يا باشا. هلا عملناها بعد ما شكلناها تشكيل الكريم العادي بتاعه. السلام عليكم يا فوزي. ماشي يا باشا. المساعد خلاص يا عم وليد. طب ما تعرفه انت عم وليد، انت خلاص الناس كلها عرفتك. لا لا صدقني انت لا تعرفه. عم وليد، عم وليد المخرج بتاعنا الجميل منبهر قوي بالشيف الصغير معانا، الشيف فوزي اشرف، اصغر شيف معانا في الفرقه بتاعتنا. ما شاء الله عليه مجتهد اهو، زي ما انتم شايفين بيقلب اللحمه تقليب كويس اهو زي ما احنا شايفين. بعد كده في قرطاس الحلواني خدنا شويه من الكريمه. خليك معايا يا عم وليد. ها معزب ماشي. ونبدا نقسم نصين، واحد اتنين، نبدا تشكل واحده واحده، نضغط ونطلع، نضغط ونطلع، اسمها بوزيتات زي ما احنا شايفين اهو. واقعد اكمل من الجنب اللي انا عملت له تركتها حلوه بسيطه سهله جميله واحده واحده اهو. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الله، مرحب بيك. صباح الجميل على الشيف ماجد. صباح الرضا يا شيفنا، مرحب بيك يا غالي. اخبار معاك يا غالي؟ صحتك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي، الله ينور عليك على التورتيه الجميله. وعليك يا باشا، تسلم لي يا غالي، تسلم لي، تسلم لي. الله ينور عليك. عندك اي سؤال؟ تسلم لي يا غالي، يا رب من تقدم لا تقدم. تسلم لي يا غالي، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. تسلم لي، شكرا لاتصالك، شكرا ليك وربنا يحفظك ويبارك فيك. وادي صوص الشوكولاته بتاعنا، عشان الصوص بتاعنا، صوص الشوكولاته بتاعنا يبرق ويلمع، حطينا له معلقه من العسل، معلقه من العسل على صوص الشوكولاته زي ما احنا شايفين. وفي صوص شوكولاته بيتباع جاهز على الجمال يا عم عزب. الف لك يا ام صلاح. السلام عليكم. معلش الخط قطع يا ام صلاح، معلش الخط قطع يا ام صلاح. حاك علينا. انا كنت عاوز اسالك يا شيف على طريقه عمل الطحينه، على سلطه الطحينه بطريقه الشيف حمداوي، مش بطريقتنا احنا. عينينا يا ست الكل تحت امرك، على عينينا. بالذات لو كانت بطحينه قلع عطيان. الله عليك. الطحينه الحمراء والطحينه البيضاء. على عينينا يا ست الكل، تحت امرك، تحت امرك، على عينينا، وربنا يحفظكم ويزيدكم يا رب. صوص الشوكولاته عملناه اهو، هنبدا. شكرا لاتصالك يا ست الكل، على عينينا. نساوي بالراحه واحده 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 مع حضراتكم، ونجيب بقى الحاجات اللي هتبدا تسقط مننا واحدة واحدة. عم عزب معايا؟ عم عزب اهو عادي عادي اهو زي الفل. واحدة واحدة ماشيين مع حضراتكم سنة سنة، بنشكلها بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. صوص الشوكولاتة مع الحاجات الجميلة، وبعد كده نمسح الاسطمبة بتاعتنا عشان تبان تورتتنا، ونشكل تشكيلات الفاكهة عليها عادي عادي اهو. بسم الله ننزل. عايزين نطوق المكان يا شيف فوزي، طوق لنا المكان وظبط لنا الدنيا عشان نغرف سفرتنا ونعمل تشكيلتنا. انت كده لغتني. وادي الفاكهه بتاعتنا الفريش، فاكهه طازه جميله، تفاح. طبعا مش محتاج ان انا اشرح التفاح والمانجا والحاجات دي كلها مشهوره، واصلا كتير الليمون دول. ربنا يكتر الخير كله على الناس كلها يا رب، ويحفظ كل، هات البنشه بعد اذنك، ويحفظ كل اهالينا، ويحفظ كل البلاد العربيه، ويحفظ مصر الحبيبه من كل سوء يا رب ومن كل شر، ويجعل ايامكم كلها اعياد وفرح، عشان ويزيح عننا الغمه وينهي عننا الفيروس اللي نهى علينا ده. مش شايف حاجه يا معزب؟ حاضر. طب اشوف. اتفضل يا فندم. نبدا تقطيع الفاكهه بالراحه واحده واحده مع حضراتكم. ادي البرقوق بالتقطيع الكامل بسم الله، ناخده شرايح طولي زي ما احنا شايفين اهو بسم الله. ناخدها واحده واحده. قلب لك الكباب، قلب لك الكباب وزوده لي. ادي البرقوق قطعناه، لف من الناحيه الثانيه. استاذ محمود السلام عليكم. محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمود امورنا، مرحب بيك يا دكتور الروايح. مرحب بيك يا غالي. دكتور مين؟ مش انا الدكتور. طيب يا دكتور كمان. صح دكتور مين؟ الشيف. امورنا يا باشا. وادي المانجا الثاني عم عزب معايا، عم عزب اهو. امورنا يا غالي، عندك اي سؤال؟ مرحب بيك، كل سنه وانت طيب. الو. زي ما احنا شايفين يا باشا المانجا الجميله هنقطعها طولي بسم الله بالطول بالراحه واحده واحده مع حضراتكم. نص شوكولاته ونص كريمه ونص فاكهه جميله، ونقلبها بالراحه بعد ما قطعنا بالطول والعرض، تعمل منظر او شكل جميل بسم الله.
بعد كده بنجيب الجيلي، جيلي على السخن او جيلي على البارد، اي حاجه من الجيليهات شغاله مع حضراتكم. ونقشر المنجايه عشان نعمل احلى تورتايه فاكهه وشوكولاته. بعد ما خلصنا الحادق بتاعنا دخلنا على الحلو على طول بطريقه الاسبونش. ان شاء الله باذن الله لينا في الجاتوهات كتير، موسوعه كبيره هتيجي معانا، وهنعمل اسبونشات بكل الطرق الجاهزه. نوران السلام عليكم. عليكم السلام. الجيلي يا استاذه نوران عشان يلمع معانا الفاكهه. لا طب ما انت قولي لي، مش انت مخلاني نايم. ممكن اعرف طريقه الكيكه الاسفنجيه؟ عينينا يا باشا، تحت امرك تحت امرك. طريقه الكيكه الاسفنجيه، ما هي الطريقه اللي نزلها اللي هي دي طريقه الاسبونش اللي هو الكيكه الاسفنجيه من غير زيت ولا سمن ولا عذاب الزيت والسمن. عايزه كيكه اسفنجيه اللي هي الاكل على طول ولا للتورته؟ نشكل زي ما احنا عايزين. استاذه هدى السلام عليكم. وادي التفاح الثاني يا فوزي، اغرف يا فوزي. ازيك يا شيف عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. ازيك يا هدى، مرحب بيكي. وادي التفاح الثاني يا عم عزب اهو، هنعمل شكل حلو. مليني يا شو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف؟ ازيك يا استاذه هدى، مرحب بيكي. الله ينور عليك. وعليك وعليك يا هدى، تسلم يا عسل. على اكلاتك الجميله. تسلم يا حبيبي، عندك اي سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ يا اسالني يا حبيبي سؤالين. ناخد الجيلي اهو نلمع. شكرا لاتصالك، وعاود الاتصال معانا تاني يا باشا. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، مرحب. مرحب بيك، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمد، مرحب بيكي. مرحب بيك، اشكرك على الحاجات الجميله دي. ربنا يحفظك ويزيدك يا محمد، تسلمي. امورينا. كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، تسلم، ربنا يحفظك. ربنا يخليك وما نتكلمش منك على الجسس وكله حاجه ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك يا ست الكل، تسلم تسلم. ربنا يخليك، انا عماله احاول اتصل بيك من بدري والله. شكرا ليك يا محمد، وربنا يجازيك كل خير وكل سنه وانت طيب، دايما بالصحه والسعاده يا رب. تسلمي لي. الله يخليك، ربنا يخليك، شاكرين على الحاجات الجميله. على عينينا، ربنا يحفظك، شكرا. انا عايز الكباب. عينين، حاضر. كباب مشوي؟ اه. حاضر، عينين يا باشا، عينين. حاضر. على طول اقول لك على الطريق. خلاص ماشي. حاضر. شكرا ليك يا باشا. عملنا الطاووس، هنعمل له شكل ومنظر. التورته مش تاخد شكل اكتر من كده اهو. نفتح بعد ما عملناها. بسم الله. وادي الشوكولاتات الثانيه بالترانسفير الجميله. على الحمام البخار نعمل الشكل الثاني عشان تطلع معانا التورتايه جميله بشكل بسيط وسهل جدا. الحاجات دي بتتباع، الترانسفير بيتباع عند خامات الحلواني، حوالي الورقه بحوالي 2 جنيه او 2 جنيه وربع، بثمن بسيط جدا وسهل. يطلع معانا احلى تركه في التورت والجاتوهات في التورته معاكم اهو. هات هات ال اسحب يا باشا. كويس كده يا عم وليد ولا اديها شكل ثاني؟ انت اللي عسل، والله انت اللي عسل، انت بتجاملني يا عم وليد. اكتب الصحه وجمالين يا باشا، والله اكتب. هات ورقه يا باشا، هات ورقه عشان نكتب الصحه والجمال بسرعه. وادي تورتايه الشوكولاته بنفس التركه بتاعتها. شيل يا باشا بقى، شيل كل الحاجات دي عشان نبدا نفرش سفرتنا ونبين حاجتنا قبل ما يطلع الهواء من عندنا. الحاجات الزيادات اللي بتطلع من التورته بنطلعها بطريقه او شكل جميل برضو نفس التكرار، مع شويه شوكولاتات للاطفال بيحبوها جدا. منا الو السلام عليكم. استاذه منا ايه؟ كل السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا منا حبيبي، عامله ايه اخبارك؟ كويسه. ثواني يا عم عزب، انا عايز اظبطك. كويسه الحمد لله. عندك اي سؤال يا منا؟ بعد اذنك عايزين طريقه الحواوشي. حاضر يا حبيبي، عينين عينين. طريقه الحواوشي حاضر، شيل شيل حاضر عينينا، شكرا لاتصالك. عندك اي سؤال تاني؟ عندك حاجه تانية؟ اكتب الاسئله دي يا استاذه ساره بعد اذنك. الحاجات دي كلها هنجاوب عليها، هنعرف نجاوب، هنعرف نبدا نغرف. هو البوتاجاز شغال النهارده؟ علي ليه كده؟ في يا عم جمال، وانت مصدني النهارده ولا ده؟ زي الفل والله ما شاء الله، البوتاجاز عندنا. نبدا ننزل بالخبز بتاعنا الجميل بعد ما حمرناه بثلاث فصوص من الثوم، فصين من الثوم، وعلقتين من الزيت، معلقه من الزيت، معلقه من السمن، وشويه توابل الجمال والصلصه والصلصه والشوربه. حاجه خفيفه وبسيطه وسهله واقتصاديه.
اكلتنا اكله بسيطه مصريه. وزي ما احنا شايفين الرز اهو طالع بقى طبعا بشوربه بالمستكه والحبهان، حاجه مفلفل. انزل انزل يا جميل في الساحه واتمخطر كده مع الرز بقى بالراحه اهو. استاذ محمود سلام عليكم. بالراحه يا معزب بقى خمس دقايق. استاذ محمود سلام عليكم. عليك السلام. كابتن محمود طيب يا ريس. وانت بكمال الصحه يا استاذ محمود، مرحب بيك. مرحب بحضرتك يا باشا. والله الله يحفظك. الحاجات الجميله دي، الحاجات الجميله دي والله. الله يحفظك يا باشا. عمرنا. وحضرتك عامل ده؟ عايز اعمل لحمه ببصل. لحمه بالبصل عينينا يا باشا، ما دي اللحمه بالبصل عينينا. اللحمه هقول لك على طريقتها. حاضر، هعمل لك لحمه ببصل وتحط كمان الاستاذ عبد الرازق برضه، الحاج عبد الرازق اللي جاوبنا عشان اهل اسوان ما يزعلوش مننا، هنجاوب عليهم. تمام. على عينينا يا باشا. تسلم لي يا غالي. رز مفلفل يا غالي. تسلم يا باشا. مع الصحه والجمال، مفيش اي بخار كده، نفس التكرار بالتركات الجميله. شيل يا فوزي. عم وليد عمال يقول شيء. شغل فوزي، شغل. انت مش شغال خالص يا فوزي. في ايه يا فوزي؟ الله ينور عليك. ارمي ارمي شرب تحت يا عم وليد. وادي يا باشا البتاع، الصلصه بتاعتنا نعمل لها الشكل. هات يا غالي، هات خمسه ما شاء الله عليك. طب ما يلا تختم بقى وتريحينا. اهو ده الملح. لا 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 مش عاجبنا عجب عشان عم عزب اهو. وادي الصلصه، انا هختم اصلا. وادي الصلصه الجميله الثانيه بالتركه المصريه الجميله، فته مصريه بالثوم والخل. ابعد بعد ما تاكل على طول شويه من العصير الجمال ومع الشوربه. التمام. شيل شيل شيل، اعمل لها شكل والديكورات بالاشكال اللحومات. استاذ تامر سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بيك يا استاذ تامر. والله منور، منور الشاشه والله. الله يحفظك يا باشا. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك. والله كل عام وانت طيب. وانت منور بلدنا ومنور الشاشه والله العظيم. تسلم لي يا استاذ تامر، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. عندك اي سؤال يا باشا؟ عايز اعرف التتبيله بتاعت الفراخ المشويه. عينينا يا باشا، تحت امرك يا استاذ تامر، على عينينا. تحت امرك، اتفضل يا فندم. يلا اطلع قوليها لي. طب قولي يا استاذ اسرار التتبيله. قولي قولي. بصل، فلفل رومي. انت مستني يا باشا. لا لا ما تبوظيش حاجه، زي الفل. وادي الشوربه بتاعتنا، عايز بوله؟ شويه مي، شويه شوربه، شويه مي. هنربط بالدقيق يا فوزي. هات الدقيق. بوله، هات الدقيق، هات الدقيق. يلا بعد ما تبلنا الكباب الجميل بالريحه الجميله الحلوه، هنربط بمعلقتين من الدقيق. هات هات مي، مي اي مي. ايوه في حمايه بقى، لو اتحطت في حمايه بنفس التركه الحلوه جدا بعد ما خلصناها بنفس الطريقه الشوربه بتاعتها. هات لي هات لي كبشه. وادي التكايه بتاعتها بتاع الاستاذ ساره 100 100. بنحط الفحمايه تطلع ريحه حتى في اللحم اللحم الضاني عشان نودي الزفره منه. فحمايه في الاخر بنولعها وبنحط سنه من حاجه بسيطه من السمن عليها، نربط عشان نطلع احلى شوربه كباب حله، تعمل احلى دماغ صحيه 100%. انزل يا عم عزب خط كامل وقلب على طول. حطينا ملح يا معزب؟ يا معزب حطينا ملح؟ مش فاكر. حتة فحمية بقى تتحط فيها، تقلناها، ربطنا كل المقادير بتاعتنا في منها. الكبشة يا ابني، صحصح يا حبيبي يا ابني صحصح. وادي الشوربة، ملح، هات الملح وهات التوابل. ادي الشوربة اهي، حتة فحمية بقى فيها تدي الريحة والتركة الجميلة مع شويه التوابل الحلوه. بسم الله، شويه ملح خفيف عشان الشوربه بتاعتي متبلها، وشويه توابل جمال، سبع توابل مشكلين. نطلع عادي عادي اهو، اوعى الدلع بالشوربه الجميله. التوم والبصل والفلفل ولحمه كامله بتطلع مع الفته المصريه. وادعوا لنا، اهم حاجه دعوه منكم جميله. اليوم عدى او الوقت عدى معاكم بسرعه جدا وبطريقه حلوه جدا. عادي عادي اهو. بوله شوربه ثانيه يا فوزي، بوله شوربه ثانيه يا فوزي. عمك وليد مش عاجبه خالص. نغرف الثانيه. كيلو من اللحمه شكلناه، عملنا منه شوربه الكباب الحله، وعملنا اللحمه المحمره على الفته، وعملنا الصلصه، وعملنا الرز المصري، وعملنا الفته المصريه بطريقه حلوه و100 100. شكرا ليكم.
شفت البتاع البوتاجاز شغال ازاي؟ ما شاء الله عليك يا عم جمال، والله العظيم انا عارف اقول لك كده. هات شط بتاع ده بولت، بولتيلي الصلصه. يلا يلا يلا، بولتيلي الصلصه. نشكل شكل. ندق فيها غبدة. بسم الله. شويه صلصه خفيفه كده. شيل خالص يا باشا. دي واحده. شكرا ليك يا عم جمال، وشكرا للصحه والجمال، شكرا لكل الكاست الجميل اللي تعب معانا بجد عشان نطلع احلى تورتايه نص كريمه ونص شوكولاته. اي معلومات ما قدرتش توصل ليكم ادخلوا على اكله بسيطه مصريه للشيف ماجد فوزي حمزاوي. شكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه والسعاده يا رب. نلاقيكم ان شاء الله في لقاء قادم يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 12 الظهر في الصحه والجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.